السادة السيد الرئيس المنتخب والسيد المترشح ليا باش يخدموا البلاد ويخدموا فريق اتحاد بسكرة يديروا ليك فريق كمنا إبراهيم. وبروح رياضية عالية أنا باسمي وباسم كل الذين وقفوا ورائي لإنجاح فريق اتحاد بسكرة أقول لأخي وصديقي سي إبراهيم ساعو نقول له مبروك عليك مبروك علينا إن شاء الله ونبقى إن شاء الله في الشفافية ونتمنى إن شاء الله طول العمل هكا بالشفافية وإحنا إن شاء الله نبقى وديت تاعنا مفتوحة وممدودة إلى اتحاد بسكرة وبالخاصة نشكر كل الجمعية العامة الذي والحمد لله أنا قنوع أنني تحصلت على 18 صوت وإن شاء الله مستقبلا راح نكون إن شاء الله أتحصل على أكثر ونبقى اليد في اليد لنجاح اتحاد بسكرة وإن شاء الله إن شاء الله حاجة واحدة بقت نقولها اليد في اليد يا جماعة ما نخلوش هذا الفريق يعاني قد ما عانى كثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبعد بسم الله الرحمن الرحيم أحيي أخي وصديقي جمال يسيب على طبعا الروح الرياضية وأشكر كذلك أعضاء الجمعية العامة على الروح الرياضية اللي تمت بها الجمعية العامة الحقيقة ما هوش عرس ولا فيه فوز ولا بنظري تكليف وتكليف راهو أمانة يعني في أعناق أمام الله تعالى أمام أعضاء الجمعية نقولنا أن أعضاء الجمعية راح نبقاو اليد في اليد لأن من المستحيل السبعة باش نحققوا أهدافنا ونبقاو في صراعات راهي ما تخدم حتى طرف لازم ننطلقوا من قاعدة صلبة نتشاور مع بعضنا في كل صغيرة وفي كل كبيرة تكون أمورنا كل شيء في الشفافية التامة ورانا نطلب يد المساعدة يعني من كل طرف الكلام اللي قلته في البداية بطبيعة الحال كذلك راح نديروا دعوات النخبة الرياضية اللي راح تفضل معنا برنامج طويل المدى وكما أكدت عليه يا جماعة دائما احنا ولا فينا إيجابيات وفينا سلبيات على الأقل نكون جيل متربي متخلق اللي راح نروح بعيد وهذا هو الهدف الأسمى اللي راح نسعى له. الشيء الآخر كذلك بالنسبة لرؤساء الفروع راهو ما عندي خلاف حتى مع رئيس فرع. ماذا بما رانا اكل اخوة وهذه سنة الحياة. واحد جمال نسيب واحد جمع ابراهيم ساح واحد عنده نظرة واحد رانا كامل اخوة هذه على الله غالب. من اللي خلقنا والامور هذه سنة الحياة في الدنيا. الشيء اللي نطلبوه انه نتوحدوا نديروا يد في اليد مع بعضنا البعض ونكونوا صراحة مع بعضنا البعض. وماذا بنا دائما تكون كذلك المعارضة حتى داخلنا. مش معناها ما يعارضني انسان في فكرة ولا في رأي من اجل المصلحة العامة ولا ذكر لا بالعكس. احنا كي نتلاقى بربي ان شاء الله اللي عنده فكره اللي عنده راي صايب يا خويا نتشاوروا فيه وندرسوه كما ينبغي ونتقن ربي سبحانه. ما اتمنى ان شاء الله التوفيق للاتحاد الرياضي البسكري بصفه عامه بكل 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 فروعه ونطلب كذلك من اخوان الانصار ما عندنا خير حتى ما واحد انه يديروا اليد في اليد كرجل واحد ومن اجل المصحه العامه ما عندناش خير وحده. بارك الله فيكم وبالتوفيق ان شاء الله. الحمد لله من زوج فرسان اللي نقولوا كان صراع مليح ولان الشيء هذا اللي راه يضر في الجمعيه العامه دوك راهي فيها خطوه سيريا مصدر كاينه معارضه وكاينه عهده اولمبيه راه مازال لها شويه باش تفض انت اذا ما خدمتش التوجهات تاع الفروع وخدمت الجمعيه العامه دوك اعضاء جمعيه عامه كل كيما راكم راهي واحد يبدا يحضر روحه انت لازم تمد الاحسن وهو ثاني لازم يدير احسن لان العهده الاولمبيه راهي تفض في فبريل دونك احنا ماذا بيا انا ماذا بيا حتى خويا عمار وحسن اللي كانوا مرشحين مع جمال وماذا بيا يكونوا مع بعض باش يديروا ان فلوس وان شاء الله راهي عقبت كل كانوا في المستوى سواء المترشحين ولا اعضاء الجمعيه العامه ولا الصحافه ولا جماعه كل كانوا في مستوى عالي رانا نهزوا بالفريق تاعنا اذا هزينا به وعاد مستوى كما رانا نشوفوا راح يتهز الفريق حبه من حبه وكريهه من كريهه باسكو الحاجه المليحه هي اللي راح تبقى في الواد ويروح لهذاك الحاجه اللي ماهيش الصح عاد تروح دوك الناس ما عادش تسكت وما عادش تدير
هذا وش نقول لكم؟ انا نقول لكم شكرا، وشكرا خاصه خويا جمال وخويا باهي، نشكرهم بزاف اللي ربما داروا حاجه اللي ما درتهاش وسمع تاع خروج من لي جون هذوك. ديجا دوك سي دي كيستيون، وسيرتو انتوما في الفيرتوال ولا بهذاك، زيدوا طوروها الحكايه هذه باش ترجع حتى بعضها، وانا نعسوا فيه. هنا ماذا بينا يكونوا الاحسن هما اللي يمشيوا. هذه هي، شكرا لكم. I'm sorry.